أنا في التصحيح أنا صراحة ما خلصت كل شيء، كثير انضغطت الفترة، كنت عم بشتغل شوي فيه وصححت لشي 5 طلاب أو 6 من أصل 11، فبين معي أغلاط معينة، يعني بعد في شي 4 أو 5 ما صححتهم. هلا مش رح أحط الأسماء أكيد، بس لهلا أعلى علي من 18 ونص على 10. طيب أنا من كونتينر ستانبولز، لنتذكر بس موضوع هون لكفي السؤال نروح على سؤال. عندنا 5 white numbered from 1 to 5, 3 black numbered 6, 7, 8 و 2 green numbered 9 and 10. What hinged them? طيب يعني إذا كان عندنا 5 white, 3 black و 2 green وأرقامهم من 1 ل 10 بالترتيب. بأول بارت كان الموضوع عم نسحب الاثنين simultaneously combination. حلينا بارت 1 و 2 و 3 هلا عم بتقولوا 3 ما حليناها. بي اوف دي verify مع انه بظن حليتها بي اوف دي انا ما بعرف. بي اوف دي هي probability انه يكون اثنيناتهم اوت وعنده different color. هون في طريقتين لنشتغل. الطريقه السريعه هي انك تنتبه انه كايفنت البي اوف دي في ناس حلينها هيك بس قليل، يمكن في واحد او اثنين حلوها هيك. انتبهوا انه هي بي اوف اي انتر بي بار صح؟ يعني اوت يعني هي اي and يعني under different color. طبتين اذا ما كانوا same color اجبار شو يكونوا different color، فهي عكس البي. فهي هيدي انت كانك عم تجيب بي اوف اي under بي بار، فهيدي دايركتلي فيك تطبق لها قاعده بي اوف اي ماينس بي اوف اي under بي. والبي اوف اي under بي من هن يعني اذا بتطلعوا بالايفنت سكور يعني بي اوف اي ماينس بي اوف وات. شو يعني A under B؟ يعني اثنيناتهم old واثنيناتهم same color. هو في event سميه old و same color ومين؟ هو P of C. فهي بكل بساطة P of A minus P of C. ال P of A انت جايبها كنت فوق وال P of C جبناها بتنقصهم من بعض بيطلع عندك 7 over 4. هي الطريقة. الطريقة الثانية إذا بدنا نروح للأصعب، في ناس حلوها هيك لأنه هو بالبرايم حاطط هذا الحل اللي أنا كاتبه تحت. الطريقة الثانية هي انك تيجي تقول اثنيناتهم اوت وديفرنت كلر، يعني بدها تكون وحدة وايت وحدة بلاك. بس يا عيسى وينه عيسى عم بفوت عيسى بستقبل لأنه هلا تذكرت عيسى عنده غلطة بالنوم، مش بس عيسى بس في حدا ثاني كمان بس مذكر بس ليفوت لنخبره. اوكي لكن كنت عم بحكي هون انه انا شو يعني اذا بدي ترجمها اود وديفرنت كلر، وحده وايت وحده بلاك من الاود. يا عيسى صرت معنا يا عيسى مولا؟ وحده وايت وحده بلاك اود، مش وحده وايت وحده بلاك بشكل او وحده وايت وحده جرين اود. يعني كله بدك تحكي بدكم تاخذوا من عدد الاود مع ما عادش حصكم بالايفن هون، او وحده بلاك وحده جرين من الاود. بس في شغله كنت تحكي عنها نسيتها، في رنا في بارت حليتها بطريقه كثير حلوه، مش عارف اذا بهذا السؤال او بالسؤال اللي قبله ناسي قصه الاود حليتها بطريقه، يمكن السؤال اللي قبله هلا برجع بشوف شو حبيت الفكره. لا السؤال اللي قبله بظن تبع الايفن تبع جمع بيساوي كذا، هلا نحكي عنها بعد شوي اللي بيطلع فوق 3 over 5 بي اوف اف. بي اوف اف اللي احنا حليناها بطريقه طويله هلا بدنا عاد بس نخلص هيك. يلا هون لكان هون بس بدنا نقول وحده وايت وحده بلاك، اول شيء عم نسحب 2 من اصل 10. هون اذا وحده وايت مش سي واحد من عدد الوايت كلهم، سي واحد من عدد الوايت الاود اللي هن قديش قديش في عندنا وايت اود هون 3. اصلا شو عمل عيسى؟ فكر حاله ذكي إجا حط سي 1 5 مثلا ضرب سي 1 3، يعني اخذهم ديفرنت كلر عادي ما ولا عبر الغلط. وإجا حط قوام الجواب اللي انا معطيه 7 على 45، هو عنده ثقه حيطلع هيك. لو بس مكلف خاطره هو مجرب عامل كالكوليشن اللي عمله كان حيطلع معه مش 7 على 45. فانتبهوا يعني ثقتكم بحالكم تخففوا لي شوي. وحده بلاك اود يعني سي 1 من اصل عدد البلاك الاود اللي عندي ما في غير شو الا وحده بس. عم تفهموا كيف؟ نفس الشيء اذا وحده وايت وحده جرين يعني سي 1 3 ضرب سي 1 1
اذا وحده جرين وحده بلاك تطلع سي 1 1 ضرب سي 1 1. هاي الطريقتين يلي الاغلبيه حلوها هيك فيهم. فهمتوا كيف؟ هيك بتعطيك دغري 7 على 45 او فيك تنتبه انه هي اي انتر ريبار بتطلع فيه اوف اي ماينس بي سي. اوكي؟ هيك بيطلع لنا الجمله. هو بس لفرجيكم كيف حلها. هو حلها بهيدي الطريقه مع نحن عم ندور 17 ثانيه هي. هي هو حلها بي اوف اي انتر ريبار يعني بي اوف اي ماينس بي اوف اي انتر بي وحلها طلع معه 7 على 45 بالمصر. بالنسبه ل هذا هذا صار قاضي هلا نون ذات انه اثنيناتهم ديفرنت كلر يعني نون ذات مين شو يعني اثنيناتهم ديفرنت كلر يعني مش سيم كلر يعني نون ذات ببار شو البروبابيلتي يكونوا قاضي يعني بده بي اوف اي نون ذات ببار هيدي كثير سهله اذا انتبهتوا انه هي قاضي بتطلع بي اوف اي انتر ببار على بي اوف ببار طيب مين هي البي اوف اي انتر ببار هي ذاتها هلا شو بيعملها بي اوف صح يعني odd و different هلا شفتوها هيدي هون 1 minus b of b هون في حدا ناس يحط تحت 1 minus b of b بركة b of b ما طلب معهم السجن ففوق تطلع b of d اللي شفتوها هلا اللي هي 7 على 45 على 1 minus b of b يلي هو عطاك مني ليش الحلو فيها البارت هاي البارت اجوبتها موجودة تبعتوا كيف؟ يعني انتبهوا من هالقصص هولي على فكرة بينقصدوا الوقت b of b كرمال التلميذ ياخذ علامات اذا هل بترجم يعني انت اذا قطعنا حديثك بس فيك تفوت هشام اذا انت مش عارف تحل فوق وهي اللي فهمتها انه هي فورمولا فيك تاخذ علامتها كامله لهي بار فوق انت كيف مجرد ما انت عرفت انه هي اي نون ذات بار عشان ننتبه لهالقصص طيب حارجع بس لفوق لاتذكر رنا شو عملت انا حبيت طريقتها حبيت خبرت معنا بس الواي نوت باير هي طيب بس لقلت من هون شو عملت ما بعرف صورت شيء يا نعيم بس بس هون بس لقلت من هاي الطريقه لفتتني يعني حتى ما كنتش مفكر فيها طريقه اسرع كل ما حليناها على احتمالات طريقه اسرع رانا انت معنا عشان نعطيك كريديه بالموضوع ايه استاذ ماك اوكي رانا شو عملت هون هلا بتذكر ممكن عمري بس لنذكر شو كان كنا عم نسحب اثنين سيمنتينيسلي عن دبليو اللي حطينا فيهم كل الطابات دبليو حطينا طابتين رقم واحد وطابتين رقم اثنين هون رجعنا للسؤال اللي قبله ايه بس لما تضيعوا طابي رقم ثلاثه طابي رقم اربعه كان الموضوع انه عم نسحب قديش انا اثنين سيمنتينيسلي الاف كانت انه جمعهم يكون اوت صح شو جينا عملنا نحن بالاحتمالات في ناس على فكرة نسيوا هلا بالامتحان عم صحيح في ناس كثير ناسيين حالة من الحالات وناس من المقضيات يعني ناس قالوا وحدة 1 وحدة 2 وحدة 1 وحدة 3 وحدة 1 وحدة 4 نسيوا 3 4 في واحد كتب 1 2 1 3 و 3 4 نسي ال 1 4 عم تفهموا كيف؟ نحن هيك حلينا يعني طابي رقم 1 طابي رقم 2 أو طابي رقم 1 طابي رقم 3 أو طابي رقم 1 طابي رقم 4 أو طابي رقم 3 رقم شو هي انتبهت للشغلة يا رنا؟ تذكر يا رنا كيف حليتيها؟ خبرينا شو قالت رنا هون؟ ليكون جمع قد يعني انت اجباري طابي بدها تكون شو؟ قد وطابي بدها تكون شو؟ ايفن صح ولا لا؟ انتوا اذا بتجمعوا رقمين ليكونوا قد معقول يكونوا اثنيناتهم قد؟ في احتمال يكونوا اثنيناتهم قد؟ انت قد بتصير ايفن فهمتوا شو بدي اقول؟ ليكون الطابتين جمع اوت نمبر اجباري عم بسحب طابي رقم اوت وطابي رقم حل ثاني غير هيك فشو ايش قال؟ حل الاود على الطول احتمالات احمد انت عم تحكي معنا ولا مع حدا ثاني؟ عم بحكي معك استاذ شو عم تحكي؟ علي صوتك لاسمعك طيب عم بيطلع صدى لكن هون عم نقول قالت لنا رنا انه بسحب طابي اوت وطابي ايفن يعني سي 1 من اصل عدد الاود قد ايه عندي كم طابق اود انا 1 1 و 3 يعني عندي ثلاث طابق اود وطابق ايفن يعني سي 1 من اصل عدد الايفن اللي هن 2 و 4 يعني سي 1 3 ضرب سي 1 3 دايركتلي بيطلع الجواب تبدي 3 على 5 بدل ما تيجي تحط من احتمالات وحده طابق رقم 1 وحده 2 او وحده 1 وحده 3 انتبهت هون انه رقمين ليكون جمعهم قد
اجباري يكون واحد بدنا نرد واحد يعني. عم تفهموا كيف يعني؟ في اوقات قصص بالارقام فينا نفكر فيها سريعا. اول شيء انا كنت بدي اشلل العلامه يعني مجرد ما كاتب سي 1 3 ضرب سي 1 3 شو كاتب؟ بلاقي هيك. بعدين انتبهت انه كاتب لي هون 1 اوت 1 ان. فبرافو يا رامي، طريقه حلوه. اوكي؟ خلص حبيت يكون عنا بس لانه اوقات عن جد هي لانها اسرع الطريقه. ومش صعبة تفهموها منطقية بس مجرد فكرنا فيها شوية بنشوفها. اوكي؟ احمد شو بدك تحكي شيء؟ كنت عندك سؤال ولا شو؟ لا تمام تمام معك انا. اوكي. هنرجع لهذا السؤال بعد في اخر بارت يلي في ناس عم يخبصوا فيه يلي هو غيرنا الاكسبيرمنت هلا. In this part the player selects randomly successively and with replacement. حبيت حط بالامتحان شيء عن successively بس كرمال ما ننسى الموضوع لانه اول القصص successively مطلوبين كمان مش بس combination. لكن سحبنا هالمره اثنين ورا بعض with replacement. اوكي من الارن يلي هي فيها هون بظن ما رح نحتاج رقم. هون في عندي انا خمسه كمان ايه بلا خمسه وايت وثلاثه بلاك ثلاثه بلاك واثنين جرين ما ماني بحاجه هون لارقام ولا بوينت. ليش شو عم بقولكم هلا؟ سحبنا هون طاقتين وحده ورقتين يعني سحبت طابق رجعت حطيتها ورجعت سحبت طابق ثاني هذا يعني كل مره عم بسحب عم اصل قديش؟ 10 عم بسحب مرة فراكشن. عم بقولكم ذا بلاير سكورز بلس 1 لكل طابق وايت وماينس 1 لكل طابق بلاك وزيرو لكل طابق جرين. لعبة بس على الرغم. شو البروبابيلتي انه جمعهم للسكورد بوينتس از ايكوال تو زيرو؟ يعني الطابقين اللي عم تسحبهم يطلع اخر شيء جمعهم يساوي صفر. طيب هون في كتار انتبهوا للفكره يا بلس 1 ماينس 1 يا صفر يا زيرو زيرو وحده بلاك صح؟ اذا سحبت وحده وايت ووحده بلاك بيكون جمعهم ايكوال تو شو؟ تو زيرو بلس 1 ماينس 1 نعم يكون اثنيناتهم عم يسحبهم شو؟ اثنين جرين بيصيروا صفر مضبوط؟ جرين جرين زيرو بلس زيرو في احتمال ثالث شيء؟ لا هلا هون شو عملوا؟ اجوا اذا سحبنا وحده وايت مثلا يعني 5 على 10 ضرب 3 على 10 اذا سحبت وحده بلاك 3 على 10 هون مثلا زكريا وغير زكريا نسي يضرب بشو؟ ب 2 لانه هون في اوردر يا شطورين هون ممكن يكون الأولى وايت الثاني بلاك أو الأولى بلاك وحدة بلاك الثاني وايت تبعتوا كيف؟ 2 جرين هون ما في أوردر خلاص الأولى جرين والثاني جرين يعني بلس 2 أوفر 10 ضرب 2 أوفر 10 اللي هي 2 أوفر 10 سكوير يعني فالجواب بيطلع 17 على 50 مش 19 على 100 مثل ما نسيتوا انتوا هلا. اوكي؟ ايوه غير جدا. اللي عمل هيك هلا طبعا اللي فكر هيك اعطيته انا نص عليه من العلامه. لانه عرف يعني انه وحده وايد وحده بلاك يعني فاز انا حللها غلط هيدي؟ يعملها مثل ما هي بدون ما يضرب بتو ايه بظن انت مش ضارب بتو هون بظن هيك. ما بعرف اذا مش انت يمكن حدا ثاني يمكن احمد ما بعرف. الا اذا انت متاكد انك مش حللها هيك. انا طالع معي صح استاذ. بيطلع الجواب على الدسمر 0.34 او 17 اوفر 1 17 اوفر 50 اوكي بيطلع 17 على 50 اللي حل فراكشن طلعت معه 17 على 50 هو الجواب الصح اللي طلعت معه 19 على 100 اوكي بيكون نسي يضرب بتو في شتاتي اربع مره ما طلع معه الجواب فهمانينا بس طلع 19 اوفر 100 نسي يضربهم هي تحط لكم اليوم دبليو بي اور بي دبليو ممكن تكون الاولى بدنا ننتبه لموضوع السكسسف اللي بالنسبه للاوردر بس اوكي مش الحال اوكي حاول ده الاسئله المهمه لازم هيك نعرفها طيب هنروح هلا لسؤال الفانكشن ونحاول نحل عقدنا فينا فيه نروح لحظه كل مره هلا انا عدلت فيه هينا دورة جي اس 2018 مش من زمان يعني اوكي منه صعب وبس مستوى ممكن يجي هيك هذا فيك تشيل تقريبا اوكي
بس انا عدلت باخر بار فيه لانه وقتها كان في انفرس واريا بين سي وسي برايم عدلنا فيه لانه هذا الموضوع المتابعه. هلا بالنسبه لعملة تو فانكشن اف و جي، شو الفكره تبع السؤال عشان ما نضيعش وقت على الفانكس؟ الجي مش هي اللي بده يوصل رسمتها منها، السي هي رسمه اي فانكشن رسمه هدف تبعي انا هو الاف مش الجي. هون بتفاجئ انا باول بار بطلاب غلطانين بالدريفاتيف، مش واحد اثنين ثلاثه واربعه غلطانين بالجي برايم اوف اكس يعيشون. هوني انا لسهل عليكم كتب لكم the limits of g at minus infinity and at plus infinity عم تطلع always positive. يعني الفكرة انه انت قادر تعرف الساين ده الجي بدون شميلة الليمتس على الاطراف، عم يساعدكم بين الزرعي عشان ما تضيع وقت. يعني بس مطلوب منكم تعملوا g prime وتشوفوا عم بتسفر وتعملوا له table operation. g prime هون رح تطلع x minus 3 e power minus x. ليلي ما طلعت معه x minus 3 رح خبروا ليش. عم تابع على الله كيف عم صحيح. أول شيء الدريفاتيف ده 1 0 بسم الله. هون باليو تايمز في يا شطرين لما جينا عملنا يو برايم في بلس في برايم نو يعني minus 1 ضرب e power minus x هون يشتغل غلط. الاي برايم شو الدريفاتيف للاي minus x؟ minus e minus minus مش e minus x هون في طلاب تركينا لهيدي هون كانوا e power minus x. فقط طلع الجواب اكيد غلط، طلع معه ماكسيموم بوزيتيف، ما له علاقه بالماكسيموم، اذا ماكسيموم بوزيتيف مش معناتها انه هي بوزيتيف. فيها تكون ضاربه من نقطة. فراح يطلع جوابها بهذا الشكل. هي اللي بتسفر على 3 وبالتالي بيطلع تيبل بهذا الشكل، حنشوفها هي. هيدا الجي برايم سفرت على 3 بنحط 3 هون، ماينس مثل ما شايفين نازله على هلا انتم خسرتوها كلكم على الديسيمال، على الديسيمال اللي بيطلع هيدا 0 بوينت تقريبا 95. وبتستعملها للبارت اللي بعده لتقول انه هي ما فارقة معي. شفتوا هون مش حاطط الليمتس، ما فارقة معي. بما انه المينيموم لهيدا الفانكشن 0.95 يعني بوزيتيف، معناتها جي اوف اكس هي بوزيتيف فور بكل بساطة. اوكي؟ انا هلا طلعت انه جي اوف اكس از شو؟ از بوزيتيف، خلص. انا كل اللي بيهمني من الجي هلا ما عادش فارقة معي الا انه هي اولويز شو؟ اولويز بوزيتيف. كرمال هلا بالبارت 4 F prime لما تطلع معكم جي اوف اكس يا شطورين، يعني انا بعدني بستغرب للتمييز. طيب يا اخي غلطت هون بالبارت 1 ما عرفت تحلها. طيب ليه هيدي البارت 4 بعدكم عم تغلطوا فيها؟ يا الله مش عم بفهم. انه البارت 4 انا معطيك الجواب قايل لك برهن ال F prime بتساوي مين؟ الجي. والجي انت هلا كاتب لك فوق برهنها شو؟ بوزيتيف. يعني انت صار بجيبتك انه ال F prime is always شو؟ بوزيتيف. شو بدها هي؟ مش عم بفهم. انه اف برايم هي ذات الجي، يعني بتاخذ نفس الساين تبع الجي اللي هو اعطاكم اياه. يعني لو قال لكم ديديوز ذا ساين نص مصيبه، كنا قلنا يمكن ما عرفت تطلع الساين، مع انه هو بيقول لك انت طلع الساين، بس هون انا اعطيتك الساين جاهزه. يعني بارت 4 هلا جاهزه جاهزه، هي هذا التيبل اوبريشن تبعها، هيدي اكس هيدي اف برايم وهيدي اف وهيدي هون بوزيتيف طالعه وبس الليمتس تكون فوق. والليمت على ماينس انفينيتي ماينس انفينيتي والليمت على بلس انفينيتي بلس انفينيتي. هي علامة بلاش، هي البار هي علامة بلاش، ليه بتخسرها انا؟ حتى الدريفاتيف ايكوال جي سهله، بتعمل دريفاتيف بلاش بتطلع ذات الجي يو تايمز بي. فهمتوا كيف؟ يعني ما يعني انا استغربت انه هذا عليه 10 علامات، في طلاب جابوا 5 و4 و6 ما بعرف ليه. هلا بفهم يجيب 7 و8 ممكن بس هذا سؤال من هذا مستوى دولي، بس عشان ما تفكر انا صعبته، هذا مستوى امتحان يمكن يكون اصعب. عم بحكي هلا بهالظروف اللي احنا فيها، هذا يعتبر سؤال سهل. عم تفهموا كيف؟ يعني هذا مستوى متوقع بالامتحانات الرسميه. هيك بتجيب عليه 3 و4 على 20 على 10 كيرس. سؤال الفانكشن هو اللي بيعطيك شغل. سؤال الفانكشن لازم مش تحت ال 7 8 على 10 تجيب اذا عليه 10 علامات. هذا اللي بيعطيك علامات كثير، فانتبهوا بليز. بالنسبه للليمتس للاف على البلس انفينيتي وعلى الماينس انفينيتي، يلا بالنسبه للماينس انفينيتي عليها كان ربع علامه، اف اوف ماينس 1 عليها ربع. تخيلوا في طلاب حاسبين الاف اوف ماينس 1 غلط، في شو بدي اعمل لهم؟ في حاله طالعه معهم بوزيتيف 5 بوينت بظنوا معقوله هون بالجي، طالعه معهم بوزيتيف
هي موجوده كلمه تطلع نيجاتيف تطلع ماينس 6.4 هي موجوده كلمه تاخذ ربع علامه تحطها على الجراف وترسم الجراف وتوصل الحوالي تاخذ دايركشن ليمت على ماينس انفينيتي دغري طلعوا هي هي اللي دغري راح ماينس انفينيتي وهيدي هون ماينس مصن محلوله هي ليمت على ماينس انفينيتي ماينس انفينيتي بلس ماينس انفينيتي ضرب بلس انفينيتي يعني بتضل شو تساوي ما فيها الا تايم فور هاي بس يعني هاي بتطلع ماينس انفينيتي وهي اللي هون ماينس انفينيتي عم تجمعهم بتطلع ماينس اوكي بالنسبه للليمت على بلس انفينيتي فيها شويه شغل اذا بدك او فيك تطبق الرول شو فيك تعمل في ناس عملوا هيك في هون تلميذ شو ينتبه بيقول انه في وحده من البعدات على بلس انفينيتي هي الليمت لل اكس ضرب اي ماينس اكس صح شو بجمعهم فيها لهي بعمل لها اكسباند هيدي هي الطريقه بلس اكس اي ماينس اكس ماينس اي ماينس اكس خلصت الليمت على بلس انفينيتي هلا اي ماينس انفينيتي زيرو هيدي عندك فيها رول ايكوال تو زيرو وهيدي عندك فيها بتضل بلس او اذا بدك هيدي هون ساعتها بتنزل الجيل لتحت وبتطبق لها لوك بتقول في ناس عم تقول كنت كيف المهم هي عليها كمان هيدا هون بس على بحكي على دارين هي علامه هيدا نص هيدي هون علامه نص بربع ليت ال بي ذا لاين ستادي حبينا اسالكم عن بوزيشن قبل الاسنتور اخر فتره هيك صاروا يعني صاروا عن بوزيشن قبل ما بدنا نحسب بوزيشن بدنا نجيب الديفرنس بيناتهم تطلع x minus 1 e minus x بيلتقوا على 1 1 بتعمل بالتابل جدا سهل هون before 1 هتكون السي بلو وافتر 1 هتكون السي تطلع عليها علامة كثير سهل برهن ان الال اسمتوت سهل كثير عليها نص بدنا نجيب الليمت للديفرنس لازم يطلع شو؟ زيرو الليمت للديفرنس حيطلع الليمت لهي شايفينها؟ هاي اللي مجرد ما قسمتها هي ناقصنا مقسمين هون بتطلع الليمت تبعها زيرو ماينس زيرو يعني زيرو لهون ما في شيء وهيدا البارت 4 حلقناه هلا بدك قديش في علامات هون 1 ونص 2 ونص 3 ونص 4 ونص هول حالهم 5 هول بس لحالهم 5 علامات او 5 علامات ببلاش اوكي هون جينا عملنا تيبل اوف فاريشن هلا قبل البارت 6 صارنا البارت يلي فيه كثار محلوها هيدي 2 او 3 حلوها بس لهلا اللي عرفناها مع انهم مرئين فكرتها يعني Determine the coordinates of the point A. يعني السؤال من نجيب x y ل point A. هذا هو السؤال. طبعاً بس تجيب ال x. ال y صارت سهلة ليه؟ لأنه بتعوض ال x. عوض بأي واحدة. لأنه ال a موجودة عليها curve. لا. يعني أسياً. أنا شو ال condition? Tangent parallel على ال. يعني slope لل tangent. صح؟ equal slope the slope للfunction عطوا تجيبوا لي equation لتانجنت انتوا شو بدي فيها؟ ما بدي equation لتانجنت ما بتوصل لنتيجه ما بده ما انت البوينت ما عندك اياها بتجيب equation هيدا عكس الايكويشن بدك تجيب انت البوينت انت عارضها بالايكويشن بقول لك جيب لي الايكويشن ات ذات بوينت اوف ابسيسا 2 مثلا انا هون ما اعطيتك اياها ابسيسا انت بدك تغيرها فهون بس مطلوب منك تتذكر انه شو هو slope للتانجنت هو الديريفاتيف للفانكشن بس at x a بيخليها x ما في مشكله equal slope لل l اللي هو هون هو 1 هيدا فبس الفكره بدك تعمل solve ل f prime of x equal to what equal 1 فهمتوا؟ ال x هي ال x لل a اللي عم تدور عليها فهمتوا لما تحطوا الايكويشن للتانجنت المضروب بال x مين بيكون مش هو الديريفاتيف؟ هي تعمل solve ل f prime مش هي ذاتها شيء يعني كأنك عم تعمل صور لهاي equal to 1 راحت ال 1 مع ال 1 يعني صار كأنه عندكم 2 minus x equal to 0 على x equal to 2 equal to قول زي جبنا ال x to point شو بتعملوا بتجيبوا ال y بتجيبوا ال x عوضة بال f طيب هاي دي بتفترض انه تلميذ نساها لانه ما كتير بتجي هاي علامه يخير عوض ما في مشكله هاي بار هلا هاي بار يا الله في اهين منا انه متوقعين يجي اهين من هيك انتم على الفا بروف ذات ذا ايكويشن اف اوف اكس ايكوال تو زيرو عندها يونيك روت الفا وفيريفاي ذات الفا بتوينها والاثنين طيب انا عندي التيبل اوف فاريشن هي رح شوف الحل لانه هو كاتب بظن التفاصيل كلها طيب شوف
صوت بليز خلي ميوت لازم يسألني. طيب هذا هو التابل هيا احنا غرامنا هون من الدربه الدربه في جي يعني هي هون سبونسر هذا التابل اوفرليشن شو بكتب لي هون اون ار الدومين نفسه مثل ما هو كتبها بدي اكتب بالضبط هلا بنفهم شو انتم عاوزين تكتبوا شغله هو كتب عكسها كاتب شيء ثاني عكسها f is defined مش دبل تكرار continuous and strictly increasing وبدك تقول لي من وين لوين في تلاميذ كتبوا بس continuous strictly increasing اخذ نص من واحد بس لانه نسي يقول لي من وين لوين او لانه تشينج ساين يا بدك تقول لي from minus infinity بس تنزيل عليها plus infinity لك فرجينا انا عملت تشينج ساين يا بدك تكتب هذا الشيء اللي هو كاتبه هون انه n f of x تشينج ساين من minus to plus طالعه من نيجاتيف لشو ساعتها صار عندها هيدي الايكويشن سوليوشن برجع بعيد المره الالف طيب بركي طالعه من طول بلس انفينيتي ما بتسفر اذا طالعه من بوزيتيف لبوزيتيف ما بتسفر يعني مش لانه انكريزينج وكونتينوس صار عندها سوليوشن لانه الاساس طالعه من نيجاتيف لشو لبوزيتيف هيدا اول جزء من العلامه ثاني جزء اللي عليه ربع علامه بس بدك تجيب الاف للاولى تطلع نيجاتيف والاف للثانيه تطلع بوزيتيف يعني صار الكوفا بينات بس هيدي فهمنا؟ هذه كمان كان عليها علامة يعني حولي المتوقعين انسألوا كل شيء أخذناه بالفونكشن تقريبا في بس بارت الإكويشن للتانجنت ما طلبناها طلبنا محلها أجيب سلوب للتانجنت بس طيب بالنسبة هون هلا هون كان في كيرف وسي برايم عشان هيك الرسمة شوي مختلفة بدي أحاول أعمل زوم بدي أحاول تشوفوها كيفية هلا صوم طالع الكيرف طالع من وين لوين هيا اول شيء رسمنا الاسمبتوت ال اللي هو واي ايكوال تو اكس صح مارق بالبور ثاني شيء الاف اوف ماينس 1 اللي سالتكم عنها بتطلع ماينس 6 بوينت تحت يعني طالع من شي بوينت هون فهون عامل دايركشن قرر العرض هي وطالعة مارقة بهي البوينت هي بدكم تجيبوها انتو f of 0 تطلع equal to show minus 1 نحنا ما جبناها فوق دائما لازم تعرفوا انتو انه اذا في intersection the curve مع الواي لازم تجيبوها ده البوينت عليها علامات هون مارقة بالالفا هي وطالعة اللي هي between 0.4 0.5 قطعت بال 1 1 الاسمتوت إذا f of minus 1 اللي بنحطها على الرسمة ال 1 1 صارت عم تقرب شوي شوي على الاسمتوت شايفينها هو هون علمنا الاريا شفتكم فيها احنا هون طالع من هون هيك كيرف مرقه 0 minus 1 1 مرقه بالالفا 0 2 مرقه بال 1 1 3 وهون بعد ال 1 1 صارت الكيرف افتر فوق الاسمتوت تطلع وبتقرب شوي شوي على الرسمة هيدي الكيرف الثانيه شفتكم فيها هيدي رسمه الانفرس اللي هي المطلوبه احنا عم نحكي عن هذا ايه احمد استاذ الاف اوف ماينس 1 لازم ترسمها اف اوف 0 ايكوال ماينس 1 اف اوف ماينس 1 از البوينت اللي هن عن عليك وهن عاده فيني اعش عليها في مره من السنوات قالوا اجبار الطالب يحطها على الرسمه ايه بس رجعنا نحن ناقشنا انه خلص المهم تكون الكيرف طالعه دايركشن على الواي مش مشكله هي الفكره ايه طيب احسن تحطوها الافضل تحطوها عشان ما يقعد حدا يتفزلك عليك هلا انا ما حسبت عليها انا التلميذ يلي مطلع الكيرف قرر على الواي دقيقه من هون حسبتها صح بس ممنوع تكون طالعه معك من هون مثلا وهي اف اوف ماينس 1 ماينس 6 بوينت فهمت شو قصدي يعني ممنوع بعيد كثير عن الواي هي الفكره انه قديش هي الكيرف قريبه للواي بس فهي اللي طلع الكيرف حطيت عليها هيدي علامه ونص لها مش حاجه اوكي ماشي هلا هون غيرنا شوي بالاسئله بالنسبه للاريا وللانتيجرال حنحكي عن الانتيجرال بسرعه انا عشان كثير وقت اول شيء verify that هون يا احمد انت عندك غلطه يمكن انت تكون شايفها بس انا شلت لك نص علامه كامله عيسى جرو عمل مثلك بس برر كتب شيء انت ما كتبته يعني لو على فكره لو كنتوا قاعدين حد بعض مش عم رايقكم كنت فكرت نقلين من بعض يعني ما حدا بفكر بهالطريقه اول شيء لما برهن انه انتجرال بيساوي فانكشن مرات شيء بدك تبرهن لي مش بدك تخليني انا احس انك عم تبرهن بدك تبرهن انه الدريفاتيف لهي بتساوي هذيك بتساوي هاي بدي اشوفها آه. يعني مش انه هاي بتكتبها اوكي مش صعب مش علينا بلاش
تعملوا ديريفاتيف لها، هيدا شكلها يو تايمز بي، يعني يو برايم بي بلس بي برايم يو تطلع اكسباند فاكتورايز. حلينا منها يعني انه لانه هي الانتجرال انت ما فيك تحلها، هيدي باي بارتس ونبت السن. فانت تو بروف ذات ان انتجرال ايكوال تو ا فانكشن اتس انوت تو بروف ذات ذا ديريفاتيف اوف ذا فانكشن ايكوال تو ذس فانكشن. انت شو جيت عملت؟ جيت عملت لي هيك انتجرال اي ماينس اكس ماينس، هيك حرفيا كاتب يا احمد انت اي ماينس اكس دي اكس ايكوال اكس اي ماينس اكس بروف. كيف يعني هيك؟ هاي اساس يعني شو كيف حكيت هيك؟ شو عم تزعل علي يعني؟ بينما شو عمل عيسى؟ عمل مثلك بس قال لي لانه الديريفاتيف لانه يو تايمز في، بس كتب لي جمله هي يو برايم في بلس بي برايم يو، يعني حسسني هون انه عمل ديريفاتيف وشافها ماندلي، يعني شافها انه يو برايم هي 1 ضرب اي ماينس اكس بلس بي برايم يو هي ماينس اكس اي ماينس اكس. اعتبرتها صح. هلا مش عارف اذا هو شمع سمعه بس بظن هو فاهمها، والا ما كان هذا لانه الديريفاتيف تاعتها بتساوي يعني اعطاني تبرير انه يو تايمز في برايم هي يو برايم في بلس بي برايم يو. يعني عرفت انه هو عملها براسه لهي الديريفاتيف، طلعت معه يو برايم لانه بتنشاف ماندلي يعني 1 ضرب اي ماينس اكس بلس ماينس اي ماينس اكس ضرب اكس. بس لشو انا استسالت وقتها قلت انه الفانكشن هي x اي باور ماينس x ما له ديريفاتيف ما بدهاش هالقد يعني تخلص يعني هي ستيب وحده بس تطلع معك ساعتها هاي يعني هاي ما بدها شيء. اوكي شو يا زكريا كنت عم اقول انه انا عملت انه لات اف انتو اكس ايكوال تو اكس اي باور ماينس اكس ولات اوف برايم نفس الشيء قادر خلص تعمل او ام وي هاف اكس اي ماينس اكس كلها برايم تعمل يو برايم في بلس يو برايم يو بيطلع بس. اوكي طيب بالنسبه لاخر بارت مش الاخر بارت اللي هون في ناس وقفوا فيها ضاعوا بالرسم ديديوس ذا اريا ديديوس يعني بدك تستعمل الانتجرال the area of the domain limited by c l and the axis of origins. طيب اول شيء بدنا نشوف الرسمه خلينا نحاول نشوفها هون نحاول لونها بلون ثاني هنا وين الرسمه هي. طيب اسمعوا شو وين هي شبكتكم الرسمه الاول اسمها هلا بدو الاريا بين c هيدا c ال l هيدا ال l اللاين اللي مرسوم والواي اكسس هيدا الكوردينيت اكسس بدو الاريا بين هيدا اللاين وهيدا الكيرف وهيدا اللاين. هذاك الكيرف مش مرسوم يعني عمليا انت بدك هي المساحه واضح هي المساحه المفروض. اول شيء لازم تعرف انه هي المساحه المفروض بين الواي والال والكيرف. هيدي المساحه شو اجى عمل ضاع زكريا بالالفا. الالفا ما لها علاقه، انا ما وقفت هون، انا وقفت هون. انا بدي المساحه من الصفر لوين؟ للواحد، ما خصني بالكيرف والاكس اكسس، بدي اياها بين اللاين والكيرف، يعني هيدي هي انتجرال فروم 0 تو 1. مين الاعلى بهيدا الانترفال؟ لاين اعلى من مين؟ من الكيرف، يعني واي لللاين ناقص هيدي هي الانتجرال المطلوبه. انتبهوا حيخلص الوقت ايه؟ هيدي رح تطلع معكم هي ذاتها 1 ماينس اكس اي باور ماينس اكس اللي انتم جبتوا الانتجرال تبعها. يعني بتطلع هي نفس الجواب اكس اي ماينس اكس بين 0 و 1. وبيطلع اخر شيء خلص الوقت. هاي بتطلع 0.36. تمام. اصور. استاذ بس شو قال عيسى جرو؟ نعم شو قال عيسى جرو لما حسبت له اياه صح؟ بس كنت اعرفه راح الانترنت ما بعرف هلا حيخلص الوقت. لا حسب له اياها صح، انا اللي احسب لي اياها غلط. ايه ما بعرف عم بقول شو جرو قال مشان ما حسب له اياها غلط. عيسى حيخلص الوقت يا شباب يعني مش هذا جرو هذه هي صور لي هاي صورتها استاذ. اوكي كثير فهمتوها؟ اوكي اذا عندك سؤال اسالني اياه على جنب يعني. ماشي استاذ يعطيك العافيه. الله يعافيك.